أبوك أسود مات. مات إزاي؟ جرايا حاجة قضاء الله ونفس. وفي حد بيموت ناقص عمر؟ يا بني آدم أنت، أنا جايبك تشيلني من مصيبة تحطني في مصيبة أكبر. أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. إيه ده كده يا حاج؟ ما تقولش كلام تندم عليه بعدين. إيه يا واد قلة الأدب اللي أنت فيها دي؟ ما تفوق لنفسك. حاضر يا سيادة النايب، أنتوا سيادنا وعلى راسنا. أيوه كده. تعادل. أنا كل اللي قصدي عليه إن ما ينفعش إن أنا ورط نفسي في مصيبة زي دي عشان خاطر الحاج وابنه وفي الآخر يبيعني ولا إيه؟ أنا كنت قلت لك اقتله يا جحش أنت. وأنا كان قصدي يا حاج، أنا حاولت معاه بالحسنى ما نفعش، قرصت عليه شوية ما استحملش، قضاء الله ونافذ، نصيبه كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وإيه العمل دلوقتي يا حاج؟ ماليش دعوة. أنا قلت لكم إن أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص، هو اللي موت ويبقى هو اللي يتصرف. ما تهدى كده يا حاج، مش يمكن يكون الموضوع ده في مصلحتك؟ مصلحتي ازاي يعني؟ دي جناية يا ابن آدم. أقول لك أنا ازاي؟ دلوقتي بيت الله يرحمها والواد كمان شرحه. مين يعرف الموضوع غير الظابط؟ مفيش. والظابط كل اللي عنده كلام. مفيش حاجة تثبت على تامر بيت تهمة غير الفيديو اللي على تليفون الواد، والتليفون معايا، وأنا خفيته بمعرفتي. لحسن لا قدر الله يقع في عيد حد كده ولا كده. ولا عيل شمال يحاول يبتزك ويفتشك في قرشين يا حاج، أنا ما يرضينيش. أنت بتهددني يا ابن الكلب أنت. اهدى. اهدى يا حاج. زناتي برضه عنده حق. فهمه يا متر والنبي قول له. اطلع بره. اطلع بره يا بنت. لا إما وعزة جلال الله هضربك بالنار. اهدى يا حاج، اهدى، ما يصحش كده، وطي صوتك، ممكن تقعد؟ اقعد. وبعدين زناتي مهما كان ده ابننا، وهو ما يقصدش حتى لو غلط برضه. وبعدين ده واحد من رجالتنا، واحنا رجالتنا مش ممكن نتخلى عنهم ابدا. قول لي يا زناتي، تاخد كام وتجيب التليفون بتاع الواد اللي معاك ده؟ لا مؤاخذه حمد بيه، التليفون هيفضل معايا. وبعدين انتوا خايفين من ايه؟ ما احنا في مركب واحده. يعني الفيديو ده لو ظهر انا اول واحد اروح في 60 داهيه وقبليكوا كمان. ولما انت عارف كده عايز تخفيه معاك ليه؟ معلش يا متر، الشيطان شاطر. انا كده بالنسبه لي امان اكتر. وماله يا زناتي؟ الحكايه ببيتها. بس بقى ادام نوينا نلبسها للظابط يبقى لازم نقعد مع بعض ونرتب اوراقنا. لان برضه ما تنساش ان ده ظابط والداخليه مش هتتخلى عن راجلها. ما تقلقش يا متر، وحط في بطنك بطيخه صيفي. انا مرتب نفسي كويس، والتهمه لابسه لابساه، ومحدش هيقدر يحميه. ماشي، فهمني بقى انت عملت ايه بالظبط. اقول لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يا رب احنا الغلابه مش غيرك. الغلابه منهم مش غيرك انت. ربنا ست عجزه مفيش فيها حاجة، هو الراجل اللي أنا مسدودة عليه أنا والبنات. لأني حبيبك النبي يا رب تفك كربه. أقف جنبه يا رب، خليك في دارنا يا رب. أنا من شايفك النبي لأجل حبيبك النبي ما تسيبنا أجرنا يا رب. كده كله تمام، مش فاضل غير حاجتين اتنين. ايه هما يا متر؟ الضابط جه هنا، والعسكري اللي كان سايق البوكس هيشهد بكده. يبقى احنا لازم يكون عندنا تفسير منطقي غير الكلام اللي هيقوله. طب ودي هتتحل ازاي يعني؟ الحل عندي. ايه هو؟ ما تقول بقى يا ناشط، حرام عليك، النهار طلع علينا. ركزوا معايا، واللي هقوله هو اللي لازم يتعمل، ما عندناش وقت نضيعه. اتفضل. احمد، لا لسه صاحي. الجماعه لسه نازلين. خير؟ بدالك كون عايز تسالني اتفقنا على ايه؟
ايه؟ وانا مالي انا ومال الموضوع ده؟ حاجه جوه دايرتك، ما تتصرف انت يا اخي. ايوه انا علاقتي بالنائب العاب كويسه، بس يعني ضابط عزب عيل في اسم مش في دايرتي، هكلمه انا ليه في الموضوع ده؟ يوه حماد بقى على زنك. اسمه ايه الضابط؟ ايه؟ سليم الانصاري؟ مش ده اللي كان في الصف؟ لا لا ما اعرفوش شخصيا يعني، بس سمعت عنه. ماشي ماشي، سيب لنا الموضوع ده، انا هتصرف. حاضر هكلمه وارجع اكلمك، استنى مني تليفون. صباح الخير معالي النايب، اسف لو كنت بكلم حضرتك بدري. الحقيقه في مشكله كبيره شويه، قلت اكلم حضرتك نحاول نلمها قبل ما تكبر وما نعرفش نتصرف. صباح الخير يا باشا. يا ابني ما بالراحه، حد يصح حد كده؟ ما انت اللي قلت لي يا باشا. روح اعمل لي شيء. حاضر يا باشا. انا كان قلبي حاسس، كان قلبي حاسس من الاول، ما دام متاخر كده يبقى خدوه تاني. هو الظابط ده مش هيشيله من دماغه. يا ست سناء، انا عايزك كده تهدي وتتاكدي ان ابنك هو ابننا. انا الحاج لطفي موصيني ان انا اخد بالي من الموضوع ده جدا. ما هو العشان برضك يا حاج. وعلى فكره حماد بيه بلغ اكبر ناس في وزاره العدل، واحنا هنتولى البلاغ بالنيابه عنك. لا انا مش عايزه ابلغ ولا اي حاجه، انا عايزه الواد يرجع لي والظابط ده يشيله من دماغه خالص وينساه. لا لا يا ست سناء، ما هو الموضوع ده اذا ما كانش يكبر مش هيتحل. انا عايزك تطمني كده خالص وتسيبينا احنا هنتصرف في الباقي. قلتي ايه؟ اللي تشوفوه. ما الحاج لطفي زي ابوه برضو، اكيد هيعمل الصالح. اللي تشوفوه. أنا شريف رمضان وكيل النائب العام. فين سليم يا ابني؟ اتفضل يا فندم. أرفع. يعني وكيل النائب معاه دلوقتي؟ طب تمام، مية مية. بقول لك إيه؟ تنفذ اللي قلت لك عليه بالحرف وبلغني أول بأول. يا جدع أنت خايف كده ليه كده؟ ما قلت لك كل حاجة معمول حسابها. بكرة لما الليلة تخلص وتلاقي القرشينات في إيدك هتدعي لعمك زناتة يا بقف. سلامة مقطف. سلام يا باشا. انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ والله يا سليم بيه الكلام ده هو اللي عندنا. الدنيا مقلوبه، النائب العام بيتابع بنفسه الموضوع. هي ايه الحكايه بالظبط يا باشا؟ حكايه ايه؟ الواد ده جاي يقدم بلاغ عشان الحادثه، طلعت اشوف ايه الموضوع ما لقيتوش، بعت له حد على البيت برضه ما لقيتوش، هعمل ايه يعني؟ هو كان في فعلا مشكله بينك وبين الواد ده؟ مشكله يا باشا؟ مشكلة ايه؟ الواد ده اشتبهنا فيه في كابين وخرج تاني يوم، مفيش حاجة. ماشي. معلش يا سليم بيه، أنا عايزك تقدر موقفي كويس. أنا عندي تعليمات اللي أنا أفتش الاسم وأراجع الدفاتر بنفسي. ماشي يا باشا. الاسم كله تحت أمرك، اتفضل. الواد مش موجود في الدفاتر اصلا. ما انا قلت لسعادتك يا باشا الواد كان جاي يبلغ. ايوه يا سليم بيه، طب فين المحضر؟ طب فين البلاغ؟ الواد ملوش اي اثر في الدفاتر. هم 200 سمعتهم منه، رحت اجيب الواد اللي عمل الحادثه رجعت ما لقيتوش، هعمل ايه يعني؟ ايوه بس الناس شافته وهو داخل، ما حدش شافه وهو خارج. وما حدش قال لك الدنيا كانت عامله ازاي امبارح؟ ما حدش شاف حد خارج ولا داخل. دنيا مقلوبه ايه يا سليم بيه؟ انا مش فاهم صراحه، ما فيش ولا عسكري في مكانه. صباح الخير يا شريف بيه. أنا سيادة المأمور. إيه الحكاية يا سليم؟ الوزارة مقلوبة والتليفونات ورا بعض من الصبح. مفيش حكاية يا باشا. مفيش حكاية إزاي؟ والوقت اللي أنت حاجزه ده إيه حكايته؟ أنا ما حجزتش حد وما شفتش حد يا باشا. إحنا هنشوف الموضوع ده.
انا كده كده هفتش الاسم. وانا قلت لك يا باشا الاسم كله تحت امرك، هاجي معاك بنفسي. بعد اذنك يا باشا معانا. اتفضل يا بيه. هيحصل. اتفضل يا باشا. مفيش غير الواد ده في الحجز وهتروح النهارده على النيابه. تعالى يا ابني كلم الباشا. اخلص. ايوه يا باشا. انت احمد تايسون؟ ايوه يا باشا انا احمد تايسون. كان في حد هنا غيرك؟ يا باشا كان في عيل عندنا من الحته وجابوه شويه ومشي. مين ده اللي جابوه لك بالكلب؟ مش هينفع اسلم. بص يا باشا هو على طول كده والله. سيبني يا باشا ده خليك كده يا باشا. بعد اذنك سيبه يكمل. كمل يا باشا. انا هتكلم بس وعدني سليم بيه ما يعمليش حاجه. محدش هي جنبك. كمل يا باشا. سليم بيجي بالليل وجاب الواد ده معاه وكان يا عيني مهدوم العافيه يا باشا والله. ونزل فيه ضرب باللبكاس واللكاكيم يا باشا في كل حته. مين ده اللي نزل فيه ضرب؟ يلا بتتكلم مش هينفع كده يا سليم بيه. حضره المامور خد سليم بره بعد اذنك. تعالى معايا عايز دقيقتين. تعالى تعالى معايا. عايز اعرف كل حاجه بالظبط. محدش هيكلمك. قول يا باشا. الكلام ده ما حصلش. الواد ده اكيد متفق معاهم. متفق معاهم وهو جوه الحجز. يا ابني لو مخبي عليا حاجه قول لي. عايز الحق اتصرف. اخبي ايه بس يا باشا؟ عايز افتش الاسم شبر شبر ودلوقتي حالا. اتفضلوا. تعالى يا باشا اتفضل. الاسم قدامك فتشه حته حته. اتفضل يا بيه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أيوة يعني هو فين دلوقتي؟ مزلان. أوكي أوكي أنا مسافة الطريق وهكون عند حضرتك. شكرا متشكرة. في إيه يا بنتي؟ مين ده اللي كان بيكلمك؟ ده المأمور بتاع سليم يا ماما. المأمور بتاع سليم يكلمك ليه؟ وهتروحي له ليه؟ سليم، سليم شكله واقع في مصيبة كبيرة قوي يا ماما. كده بقى الأمور كلها وضحت. محدش يعرف تقرير الطب الشرعي ممكن يقول إيه تاني. أنا هبعت المعمل الجنائي هنا عشان يفحص الاسم كله. ويا ريت محدش يتصرف تصرف يخلي الوضع أسوأ. نصيحة مني، أي لعب في الأدلة هيضركم أكتر. أنا هطلع على النيابة يا سيادة المأمور. يا ريت بقى تجيب لي الباشا بنفسك، لإلا والله العظيم أبعت أجيبه من الكلبش. Yeah.
مش قلت لك هتربقها فوق دماغ ابوه ومحدش هيعرف يحميه؟ انا نايب الدايره دي واعرف ازاي احركها بصباعي كويس. قد الاولى حماد بيه، ولسه بقى لما النت يشتغل والتلفزيون الدنيا هتولع اكتر. صعبان على ام الواد ده، انا غني برضه حماد. انا شوف انا عامل ازاي عشان امنع اي زي ممكن تيجي لابني. فما بالك بالست دي بقى اللي راح منها ابنها الوحيد، مش هتشوفه تاني. ما تقلقش يا حاج، احنا ماشيين في السليم. وما بقاش نشأة فهمي اما جبت له 15 سنة على الاقل. على فكرة بقى حماد بيه، الراجل بتاعك طلع وحش. تميم بيه ده غول، راجل واصل وحبايبه كتير قوي. ده غير بقى يا سيدي ان هو في كل خرابة له عفريت، وعنده بسم الله ما شاء الله فلوس بالكوم متلتلة. يظهر انك غالي عليه عشان كده بيخدم بقلب قوي. اهو كله سلف ودين. ويا ستة ما تعرفش الحاج لطفي ده غلاوته عندي قد ايه، وتامر ده زي ابني بالظبط. اذا ما كنتش اجري لهم واتعب لهم هتعب لمين يعني؟ ربنا يديم المعروف. الحمد لله. مالك ساكت ليه يا حاج؟ مش قلت لك ما تقلقش؟ طمني ازاي نشأت؟ طمني ازاي وانا غرز في الوحله لغايه رقبتي؟ حاسس اني لسه هغرز. ما تقلقش يا حاج، ان شاء الله كل حاجة هتعدي على خير. شكلها مش هتعدي يا حماد دي. الواد تامر قطم ظهري واللي كان كان. حتى لو خلصت حكاية القضية دي، هفضل طول عمري تحت رحمة زنتي الكلب ده والفيديو اللي معاه. زنتي ده أصله واد كلب فلوس، واللي تعرف ديته ويقتله. يا شريف انا قلت لك قبل كده كل الكلام ده كده. كل دول بيكذبوا ليه يعني؟ في مؤامره قانونيه عليك يا حضر الظابط ولا ايه؟ والله ما اعرفش. هو ايه اللي ما تعرفش؟ تعرفش العسكري اللي قابل زياد على باب القسم وقال له انا خايف يقابلك، والامير رفاعي اللي انكر انك بعته بيت زياد زي ما قلت. والله انا كل حاجه قلتها لك، ما عنديش حاجه تانية اقولها. طب وعسكري مكتبك اللي شهد وقال انك كنت بتعامل الواد ده بمنتهى القسوه والعنف، فكرت بالمره اللي اخذته فيها قبل كده وطلبت منه ان هو يرتاح بدون اي سبب، وده طبعا عشان يسهل لك الحكايه تدخل وتخرج من غير ما حد يشوفك. طب وتايسون اللي قال نفس الكلام وقال برضو ان انا خدت الواد ده بدون وجه حق، كل ده مش مكفي؟ يا شريف بيه تايسون ده عيل مجرم، ما ينفعش تاخد بشهادته. احنا بس اللي نقول مين يتاخد بشهادته ومين لا سليم بيه، وبعدين شهادته متفقه مع بقيه الشهود، ده غير العصا اللي احنا قلناها جنب جثه الواد، وانت ما انكرتش ان دي مش بتاعتك. يا باشا انا عامل معاك كده ليه؟ هو مش كان في شهود ان انت خدت الواد ده قبل كده وكان في مشكله معاه؟ يا باشا الواد ده لو انا مستقصده مش هستناه يجي لي الاسم. الواد كان جاي يبلغ على ابن لطفي عشان عمل حادثه. كل ده كلام مرسل يا سليم بيه. البنت الله يرحمها ما لقتش اي حاجه عن الحادثه. سعادتك تقدر تسال بتوع الاسعاف. احنا بعتنا نجيبهم، بس انا هفرض معاك ان هو كان جاي يبلغ. ده ايه علاقته بالموضوع؟ يا باشا الواد كان جاي يبلغ، انا ما كانش عندي نيه ان انا اذيه. انا بقى اللي بسالك السؤال ده، انت ليه عملت في الواد ده كده؟ تاني يا باشا. ادخل. مؤاخذة يا باشا، في ناس بره عايزين يقابلوا سعادتك وبيقولوا ان عندهم كلام مهم جدا في القضية. مين دول؟ حماد بالموجي عضو مجلس النواب ومعاه ناس تانية سعادتك. طب خليهم يدخلوا. مساء الخير يا شريف بيه. اتفضلوا. اتفضلوا يا باشا، وانت هتضيفهم؟ حاضر الظابط. بعد اذنك اتفضل بره وبعد كده ابعت لك عشان نكمل التحقيق. اتفضل. ماشي. ان شاء الله بسيطه يا سليم، ولو كنت مخبي عليا حاجه يا ريت تقول لي عليها، انا برضو كده كده زي اخوك. انا قلت لسعادتك كل حاجه، ما عنديش حاجه تانية اقولها. ايه اللي حصل يا سليم؟ شوف سعادتك،
انا فوجئت بيه بيقول لي ان ندى الله يرحمها خبطتها عربيه وان في شاهد. قلت له يا باشا انا تامر ابني في العين السخنه، يعني احنا ناس في السليم؟ راح مبجح فيا وقال لي زياد عارف انا ممكن اعمل فيه ايه كويس، انا لو قرصت على زياد ده شويه هخليه يقول انه شاف تامر ابنك وهو سايق العربيه. فعلا يا فندم، ده كمان حتى اول مره كنت اقابله فيها يوم ما رحنا القسم عشان نتوسط لزياد الله يرحمه، والحقيقه كان بيبجح وبيتكلم بطريقه كده غريبه جدا، انا ما شفتش كده قبل كده، لدرجه ان هو اخر مره راح للحاج في المعرض وكان كل شويه يتنطط له، طلب منه عربيه عزيره وقال له ان لو ما خدتش العربيه هيلبس تامر قضيه. حتى يا فندم بعد ما عرف ان انا محامي حاولت افهمه ان التصرف اللي هو بيعمله ده غير قانوني وانه ممكن يتعرض للمساءله. قال لي بقول لك ايه، البلد بلدنا ومحدش يقدر يجي ناحيتنا. حاولت اشرح له انه حتى لو اكبر المرحوم زياد على ان هو يشهد شهاده زور في الاسم ممكن لما يروح النيابه يغير اقواله. قال لي انا مفهمه كل حاجه وهو فاهم كويس قوي انه لو عمل كده ايه اللي هيحصل. وقال لي بالحرف الواحد ان دي كانت اول مره ارصت ودن بس عشان يتعلم، لكن لو ما اتعلمش هعلمه. بالظبط يا باشا. وبعدين يا متر كمل. بعد كده الحاج اتنرفز وانطرده واحنا خدنا بعضنا ومشينا، لان الوقت كان اتاخر بجد، يعني ما كناش متصورين ابدا ابدا ان هو ممكن يعذب الشاب المسكين دوت لدرجه ان هو يقتله. طب وانتوا كنتوا عند الحاج لطفي بقى في الوقت المتاخر ده ليه؟ يا فندم بقول لسعادتك احنا اصحاب متعودين ان احنا نسهر عند الحاج لطفي كل ليله، وبعدين الحاج لطفي ده بيت اهل كرم وبيته مفتوح للجميع. يا فندم احنا بنتهم الرائد سليم الانصاري بمحاوله ابتزاز الحاج لطفي ابو المجد وطلب منه رشوه وتهديده بتلفيق تهمه قتل المرحومه ندى لابنه تامر في حال اذا ما دفعش الرشوه. وبعدين يا حبيبي هتعمل ايه؟ مش عارف. مش المأمور ده كان رئيسك؟ المفروض انه يقف جنبك. ما تيجي شافر نفسك بيتعامل معايا كويس ازاي؟ بس ساعة الطوفان مفيش حد بيشيل حد، كله بيقول يلا نفسي. يعني ايه يعني يا سليم؟ هيسيبك تتظلم ويقف يتفرج؟ ده لو كان هو اصلا مصدقني. كل ما بصله تحس ان هو عايز يقول لي انت كذاب. قطع لسانه وقطع لسان اللي يجيب سيرتك بأي حاجة وحشة. اتفضلي. ايدي يا حبيبي. دي كنت اجيبها لك شده لك لما اروح النهارده. انا عارف اني زعلتك المره اللي فاتت واتكلمت معاكي بطريقه مش كويسه. حقك عليها ما تزعليش مني. ازعل منك؟ حد يزعل من روحه؟ ده انت راجلي وسندي في الدنيا. شريف بيعي سعادتك في مكتبه. هنستناك يا سليم نروح سوا. روح انتوا. الموضوع ممكن يطول شوية. تفتكر انا نشأت وكيل النيابه هياخد كلامنا؟ عيب بقى يا حاج لطفي، ده انا نشأت فهمي مش اي حد. انا مش فاهم انت قلقان من ايه بس يا لطفي؟ لان الوقت تيجي رجله في القضيه بعد كل اللي عملناه ده يا حماد. يا راجل ما تبقاش موسوس قوي كده، متقلقش احنا ورقنا متستي في كل حاجه 100 100. الشهاده لله بقى، الواد زناتي دوت لبسه القضيه تلبيسه ما فيهاش خرم ابره. تفتكروا؟ الله مريح يا حاج، ما قلت لك ما تخافش على تامر، ما حدش هيقدر يهوب ناحيته. يا رب يا رشاد يا رب. كد، كل ده كد. ما تهدى شويه يا حضر الظابط، وانا كل ما اواجهك مواجهه شاهد هتقول لي كد بكد؟ عشان كلهم كدابين. التلاته كدابين؟ عايزين يلفقوا لك قضيه قتل ورشوه؟ طب ليه؟ عشان يطلعوا ابن لطفي بالمجد. طب ونشأت وحماد ايه مصلحتهم؟ صحابه بيساعدوه. يا سليم قول لي كلام يدخل العقل. ده واحد محامي والتاني عضو برلمان، الاتنين مش سايح، احنا مش جايبينهم من على القهوه.
انا مش فاهم انت ليه مصدقهم قوي كده، ولا عشان في واحد في البرلمان؟ اعديها لك يا سليم عشان الموقف اللي انت فيه، بس انا عايز اعرف الواد مات منك ازاي؟ انا عارف ان ما كانش قصدك تقتله. برضه مفيش فايده بعد كل اللي قلته لك ده، بتقول لي برضه قتلته ازاي؟ براحتك بقى، انا عايز اساعدك والله، انا معاك مش ضدك. عموما انا رجعت للمحامي العام وسياده النائب العام واستاذنتهم قبل ما اخد قراري، ولعلمك ومع اتصال بمدير الامن وزير الداخليه وحاطينهم في الصوره. اكتب يا ابني: يحبس المتهم سليم عبد الحميد الانصاري 4 أيام على ذمه التحقيق ويراعى التجديد في الموعد القانوني.